اما كابتن كلمني قلت له انا كابتن اجي من الامارات للنادي الاهلي ماشي. ما فكرتش حتى ولا لا ما كانش عندي اي حاجه غير ان انا اما الكابتن يقول حاجه اكيد هو عارف بيقول ايه وطلبني ليه في الفتره دي بالتحديد. قلت له يا كابتن انا اجي النادي الاهلي ماشي. ف النادي الاهلي ده سنه عمل معانا كتير قوي قوي، مش انا بس، كل الاجيال يعني. ما حدش يعرف بدر رجب قبل ما يخش النادي الاهلي، وده ودي دي دي حاجات احنا مش بنرد، لا ده حق النادي الاهلي علينا. ما يبقى عندك حاجه حتى وانا بره وتفيد النادي الاهلي. اول ما جيت وانت بتقول لي الكلمه دي، جيت كان عندك خطه وانا بتكلم معاك في اول بقى عايزين نستضيفك في الاشبال، قلت لي لا اجلني شويه علشان انا عايز انزل الشرقيه وانزل المنصوره واروح السويس واروح اسوان واروح اسيوط. قلت لك يا كابتن بدر واحده واحده. قلت لي لا ده انا عايز الف محافظات مصر كلها. وبعدها حصل التعب، دخلت انت جامد قوي يا كابتن بدر مجرد ما بدات اختبارات النادي الاهلي. والله يا كابتن اسامه انت عارف انت لما بتبقى عايز تعمل كل حاجه، يعني عايز تشتغل في ال 24 ساعه 20 ساعه. وليك في التمرين تاني يوم تقول لي انا في الشرقيه. مظبوط. تاني يوم تقول لي انا في اختبارات الاهلي في السويس. اثر عليا شويه لان انا عملت مجهود، مش انا يعني مش انا لوحدي بصراحه، كل المدربين اللي كانوا معايا وفي الاختبارات يعني ادوا دور اكثر من رائع. يعني كفايه ان احنا بقى عندنا الحمد لله قاعده نقدر نستند عليها، وده كان هدف حقيقي. كابتن الخطيب وهدف لجنه الكوره المسؤوله عن الكوره في النادي الاهلي. بالتالي انا ما المجهود كان زياده شويه فكنت ببقى تعبان وبقرص على نفسي، تعبان بقرص على نفسي لغايه اما وصلت لمرحله ان انا مش قادر بقى خلاص. فالدكاتره يعني قالوا لي ما ينفعش تتحرك من مكانك، لان كنت وصلت لمرحله حتى ما افتكرها يعني بتاثر شويه، لان انا كنت واصل لمرحله صعبه جدا. بس ربنا الحمد لله دلوقتي، الحمد لله والشكر ربنا نجاني بدعاء الناس وتمني المحن بتبين لك يعني. انت بتقول ان اجي من النادي الاهلي ماشي، ما سالتنيش النادي الاهلي عمل معاك ايه، ما سالتنيش الكابتن كان قد ايه. تقول لنا يعني النادي الاهلي احسن مستشفيات في الدنيا يوديك، بيسالوا الدكاتره اخباره ايه، الكابتن كان في متابعه مستمره من النادي الاهلي من الهرم الكبير بتاعنا الكابتن محمود. انت ما تتحركش غير لما تبقى سليم، مالكش دعوه باي حاجه. فانت مش عايزني بعد كل اللي بتعمل لي ده انا مش هرد، انا اموت في الملعب؟ لا اموت في الملعب. يعني انا نفسي اموت وانا في النادي الاهلي في الملعب، مابقاش بره يعني، دي حقيقه والله. فانا بتكلم فدي فتره بينت لك كمان يا كابتن اسامه قد ايه الناس بتحبك وقد ايه الناس بتدعي لك. يعني انا كان في ناس بتدعي لي كده انا ما اعرفهاش، انا احنا بندعي لك. وانا كنت ببقى موجود في الملعب وانا يعني لسه مش مكتمل الشفاء. فبالتالي انت في اصاله في النادي الاهلي، في كده اصاله، ناس اصيله، عيله. العيله دي اصيله، عيله اصيله، عيله عيله اتربت صح من الاهلي زمان اللي هم قيادات النادي الاهلي الكبيره اسسنا كلهم، سواء اعضاء مجلس الاداره او رؤساء مجلس الاداره او الناس المدربين اللي اشتغلنا معاهم، اتعلمنا منهم انك تبقى شايف كل حاجه حلوه في النادي الاهلي، ما بتشوفش حاجه وحشه. بالتالي انت مش بترد بقى ولا انت لا مش جميله، لا ده النادي الاهلي ده بيتك، انت بتشتغل في بيتك. فبالتالي الحمد لله الفتره اللي فاتت انا تعافيت الحمد لله وربنا نجاني الحمد لله من اللي انا كنت فيه. لكن انا عليا دين للنادي الاهلي، ما زلت في دين في رقبتي، في رقبتي للنادي الاهلي، لازم مش هرده لغايه اما لاجل غير مسمى ان شاء الله اقدر اعمل حاجه للنادي الاهلي وللمنتخبات الوطنيه. نفسي. طب قول لنا بقى وانت فرصه وانت موجود معانا، الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت كنت بتطلع، طلعت كهربا وطلعت تريزيجيه وطلعت هشام محمد، طلعت لعيبه كتير يعني بدون ما انسى يعني طبعا الكابتن بدر حافظهم، حافظ اسماء اللعيبه اللي طلعتها. اكيد. طب ما تقول لنا على الهوا. اكيد احمد سمير فرج، عمرو الحلواني، ده جيل 85 وفي اجيال، في كهربا وفي عفروتو وفي هشام محمد وفي محمد عبد الفتاح واحمد شكري وشهاب الدين وفي الشناوي وفي كان محمود السيد برضه حارس مرمى مش عايز انسى، وفي رامي ربيعه
وفي كريم اللي هو بيلعب في كريم نيدفيد ولا كريم نيدفيد في ولا في ولا تاني كريم اللي هو الباك ليفت بتاع بيراميدز وفي طبعا تريزيجي وفي نني وفي كهربا ما شاء الله اسماء وفي رامي ربيعه في اسماء كتير جدا مش عايز انسى حد يعني من ولادي اسماء النجوم اللي كنت بتطلعها كابتن بدر يعني كانت بتيجي ازاي اللقب منين بيجي لما تقول له انت كهربا انت تريزيجي انت فلان انت فلان كانت بتيجي ازاي ولا بتيجي عفويه ولا بتيجي ستايل لعب ولا بتيجي حركه في الملعب ولا بيجي هدف ولا بيجي ايه كان بيتلعب كاس العالم وانا كنت بتفرج عشان اتثقف وكده فكنت اشوف مثلا تريزيجي بتاع فرنسا ده منتخب فرنسا وعندي تريزيجي اللي عنده 10 سنين و9 سنين ده نفس الستايل ونفس الاهداف اللي بيجيبها حتى حلقه نفس الحلقه فقلت له انت تريزيجي بتطلع اسماء كده كهربا ابني وحبيبي زي الاولاد اللي قبليه واللي بعديه شقي جدا مش عارف اجيبه اجنبي خالص فقلت له انت كهربا من الافعال اللي بيعملها عفروتو كنا مسمينه جيجز وبعدين سحبنا اللقب وادينا له مثلا عفروتو برضه معفرط وشقي وحاجات كده فبتيجي الاسماء من هنا يعني احنا انا الفتره اللي فاتت دي عندي اولونسو الباك ليفت تمام وعندي دي بروين مظبوط انت متابع كابتن لا لعيب ما شاء الله حاجه مليك. عظيمه وعندي شيكا اللي هو الاسمر ده عندي اسماء كتير سميتها دلوقتي نسيت اساميهم زي ما كنت الاول نسيت اساميهم الاصليه وخلاص وعندي جيجز هي المعتمده دلوقتي خلاص دلوقتي ما بعرفش اقول لهم اسمهم الحقيقي الاسماء دي يا كابتن اسامه بتدي الولد حتى من صغره لما بيروح يخش على اليوتيوب انا بشوف دايما السلام بتاع الولاد مع كابتن بدر سلام مختلف يعني مش مجرد لعيب